والآن إلى الولايات المتحدة، حيث قالت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواطئ في المؤامرة التي تم الكشف عنها، ويزعم فيها أن مجموعة يمينيين متطرفين خططوا لشهور لخطفها. وقامت السلطات الأمريكية باعتقال 13 شخصا أمس وتوجيه الاتهام لهم بالتخطيط لاختطاف ويتمير وإطلاق حرب أهلية. وكان قد تحدث المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن مع الحاكمة، حيث عبر عن قلقه من تصاعد الانقسام والعنف في الشارع الأمريكي. لقد كان هذا العام مليئا بالتحديات، لكني بخير بفضل شرطة الولاية ومكتب التحقيق الفيدرالي. أود القول بأن أي شخص يشجع أعمال كهذه فهو متواطئ. يحتاج كلا الجانبين إلى الوقوف والقيام بالشيء الصحيح. لا يعقل أن يحصل كل هذا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكاليني إن الرئيس دونالد ترامب من الممكن أن يستأنف نشاطه في الانتخابات ابتداء من يوم غد السبت. وأوضحت ماكاليني المصابة أيضا بفيروس كورونا أن الرئيس ينوي المشاركة في التجمع الانتخابي المقرر غدا، على الرغم من أنه لم يشف بعد من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتفادى الاختلاط بالناس إن كان ناقلا للعدوى. وللحديث حول ما يحدث في الانتخابات الأمريكية ينضم إلي بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري. أستاذ بشار، يعني لنبدأ بالحديث عن يعني قضية المؤامرة حول اختطاف أو نية اختطاف الحاكمة في ميشيغان. لماذا لم يتصل رئيس ترامب بحاكمة ميشيغان ولم يعبر عن قلقه بسبب هذه المؤامرة؟ بريد تحياتي. اولا، الرئيس ترامب ونائبه مايك بينس هما واحد في قضيه المهام الموكله، خاصه عندما يكون التوجه العام لها واضح. بصفته نائب للرئيس مايك بينس، وبصفته ايضا هو من كان يتولى الاتصال بالجافرنس الحكام في قضيه كورونا، ان تذكر كان هو الذي يباشر الاتصالات بنفسه. اعتقد انه كان من الاولى وهذا المتوقع ان يقوم هو بنفسه بالاتصال والاطمئنان. اما الموقف السياسي معروف، يعني لا يمل ابدا الرئيس ترامب باركان ادارته كافه بالتكرار بادانتهم لاي شكل من اشكال العنف الذي يشمل الجانبين، يشمل البيض المتطرفين العنصريين ويشمل ايضا انتيفا اليساريين الفوضويين العنصريين. الان الميليشيا هذه التي قامت بهذه المؤامرة المزعومة، أولا تم كشفها من قبل الإف بي آي، يعني سلطة اتحادية قبل أن تكون شرطة محلية في شيكاغو. ثانيا، هي معادية للجوفرمنت بالمطلق، يعني هي ضد الحكومات سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. وما استفزها الأمر هو الإغلاق الذي قامت به ويتمير، والذي وصف بأنه كان مدمرا، والذي وصف من قبل الرئيس ترامب بأنه كان مدمرا، ويعني دعا الرئيس ترامب بأن تحرر ميشيغان. هذه كانت كلمات الرئيس ترامب، والآن نرى الحاكمة تتهم ترامب بالتواطؤ وتقول أنه يعني يدفع بهؤلاء. هذا أيضا ينضم إلى ما قاله أيضا في المناظرة الأخيرة مع جو بايدن عندما تحدث عن براود بويز الذين هم يدعمون الرئيس ترامب، ويعني فرحوا لما قاله الرئيس ترامب في نهاية الأمر. ألا تعتقد أن هذا الحديث يشكل نوع من الخطر الداخلي في الولايات المتحدة؟ طبعا لا، وأنا أجيب على مثالين أنت تفضلت بهما بليغ. الأول، قضية البراود بويز هو إشارة للتصريح الذي اجتزئ واقتطع وأخرج عن سياقه، كانت هي مجرد الممحكات نفسها، حتى أنها اليوم في المؤتمر الصحفي أعادت النبرة والاسطوانة التي كانت تقولها نانسي بولوسي منذ البداية بأن كل الطرق تؤدي إلى ترامب، وكأن الموضوع هو تحميل المسؤولية. عندما قال حرروا، لا يقول حرروا بمعنى أن استخدموا السلاح وبالقوة حرروا الإغلاق، هذه فيجر أوف سبيتش، يعني تعبيرات مجازية، كما نقول أنها سنقطع يد الإرهاب. لا، نعم، يمكن أن يكون تعبيرا مجازيا بالنسبة لي وبالنسبة لك، ولكن في نهاية الأمر رأينا تعليقات براود بويز على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أيضا وليس باقي مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كانوا سعداء قائلين إن هذا يعني وكان ترامب يتيح أن نستعمل العنف بهذه الكلمات قالوا. ألا تعتقد أن ترامب يجب أن يأخذ المسؤولية على الأقل بهذا الصدد ويستنكر هذه الأمور كلها بشكل واضح، وأيضا يقوم بهذا النوع من التقرب إلى بعض الديمقراطيين عندما نتحدث عن شيء خطير كهذا في الولايات المتحدة 2020؟ بليغ عزيزي، بمنتهى الهدوء والبساطة أقول لك أن كل
السياسيين في العالم يساء توظيف كلامهم للأسف، ودائما المعسكر الآخر هو من يوظف هذا الأمر ويطرح وكأنه تبني. هذا طبعا مرفوض، هذا المنطق مرفوض، لأنه نفى هذا الأمر، أدانه بكل العبارات، حتى أن أحد الناشطين المميزين في مجال الإعلام السياسي قام بإنتاج فيديو تضمن 17 إدانة صريحة من الرئيس ترامب لكل أنواع التطرف بما في ذلك البيض، وعلى رأسهم البيض. هنا مرة أخرى أذكرك يا عزيزي بأن من قاموا بذلك هم ميليشيات معادية للغوفرمنت، يعني معادية للحكومة. أنت تقول أن هناك صدفة أن يعني هؤلاء الأشخاص، يعني إذا كنا نتحدث عن براود بويز أو يعني منظمات أخرى، وحتى يعني الشخص الشرطي الذي قتل جورج فلويد، كلهم من مناصري ترامب في نهاية الأمر، هذه محض صدفة. عزيزي، قادة سياسيين في العالم ومنها بالشرق الأوسط مؤيدين لترامب، هل يعقل أن نتهم الآن مثلا كل من يقوم بأي عمل متطرف أو أخرق أو إرهابي بأنه هو قد استلهم ذلك من الرئيس ترامب أو من يؤيده بالشرق الأوسط؟ طبعا هذا منطق مرفوض، يعني هذا التناقض بالفكر نفسه. أريد فقط يعني أستاذ بشار، قبل أن ننهي، يعني وصلت فكرتك، ولكن على قضية استئناف حملة ترامب، وأن ترامب ينوي غدا أن يشارك بأحد المؤتمرات الانتخابية، على الرغم من أنه يعني ما زال مصابا بفيروس كورونا، عندنا هنا يعني في البلاد وأعتقد في كل مكان آخر في العالم، هذا يعتبر خرق للتعليمات وخرق للقانون، وحتى أنه يعني هناك مخالفة جنائية وأيضا مخالفة طبعا مادية عليه. كيف يمكن الرئيس الولايات المتحدة بالرغم من أنه مصاب أن يتجه إلى تجمع كبير من الناس؟ يا عزيزي، أيضا هذه الأمور تستغل دعائيا من قبل الطرف المضاد. نعلم كلنا كبشر أننا عانينا من كارثة اسمها الإيدز، وحتى الآن لا يوجد فاكسين للإيدز، والناس تواصل حياتها بشكل طبيعي. نعم، ولكن الإيدز ليس معدي بطريقة كورونا، الإيدز ينتقل جنسيا أو يعني بطريقة أخرى غير معدية فعلا. بليغ، اسمح لي بأن أتم الجملة والفكر أيضا. القصد بهذا الكلام يا عزيزي أن هناك فريقا طبيا حقق من أن الرئيس ترامب لم تعد عليه أي آثار لهذه المشكلة من حيث الحرارة ومن حيث أمور أخرى كالسعال وأمور من هذا النوع. أما قضية أنه سيكون ما زال معديا، هو كون أجسام مضادة ولا يسمح له أصلا بالتعامل مع أسرته، مع ابنه بارن، ومن محيط في دائرة الأضيق للعمل السياسي في البيت الأبيض، ومع ذلك قيل أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات حرصا حتى لا يكون هناك أي مجال للعدوى. فكفى تسييسا للأمر كما يريد بعض من مناهضي الرئيس ترامب. نحن نتحدث سياسة، فبطبيعة الحال سيكون تسييس لكل شيء، خصيصا عندما نتحدث عن الرئيس ترامب. شكرا لك بشار جرار، سعيد دائما بالحديث معك، عضو الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.